خلص ماما اهدى شوي، تعال هون مشان الله ما تأخذيني ياسمين. بس ما لقيت حدا غيرك يزبطها لأنه البدلة طلعت كتير واسعة عليك. شو هالشغلة يعني؟ كلها دقيقتين وزبط لك ياها. ادخيلك أنا شو هالبدلة الحلوة؟ اشترينا له ياها لأنه بعد أسبوع حفلة طهوره. بس أنا قلت لكم ما بدي اتطهر. أنا ما خصني هلأ، بس نروح على البيت احكي هالحكي قدام أبوك. ما بدي. معلش سوزان طولي بالك عليه، سمير ما رح يعذب الماما صح؟ يلا حبيبي اشلح البنطلون مشان زبط لك يا عقياسك وتصير بدلتك احلى بدله بالحفله كلها. ما بدي اشلح. وبعدين معك هلا لا طالع لي خلقي، اشلح البنطلون بقى وخلينا نطلع. طولي بالك خلص. ما بدي اشلح، ما بدي. سوزان خلص اتركي شوي، شكله خجلان مني. سمير صار شب هلا مشان هيك خجلان من خالته، مو هيك حبيبي؟ ليك هلا رح اخذك على اوضه ديما وبتشلح البنطلون وبتعطيني اياه من على الباب وبتستناني جوا، وبس خلص بعطيك اياه منيح هيك. ما بدي يعني، وبلكي انت تفرجت علي من قفل الباب. شو عامل حاسك طول تلسان؟ وشلح البنطلون بقى، شلحه وخلي مخلوقه تزبط لك اياه. قلت لك ما بدي اشلح. خلص بلا ما يشلحه رح زبطه هيك. خلص حبيبي لا تتحرك ماشي، بس انتبه مشان ما تغزك الابره. سوزان بجوز ما يزبط كتير بس بدنا ندبر حالنا. ان شاء الله تغزك الابره برجلك لحتى تبطل كل شوي والتاني تقلي ما بدي. خلصنا بقى حبيبي سبات، ما بيمشي الحال هيك. مين هذا؟ لا ايه بعرف رح عزبك معي، بس معلش تفتحي الباب. تكرمي هدا شوي بقى. يا عيني شو رح تطلع البدلة حلوة، رح تكون أحلى بدلة بكل الحفلة مو هيك حبيبي؟ مرحبا. مرحبا سوزان. أهلين. مرحبا حبيبتي، شو عم تشتغلي؟ أهلين يا قلبي تفضل. مرحبا ياسمين. أهلين تفضلوا فوتوا دقيقتين وبخلص. خلص خلص يا عمري. حبيبي إذا ضليت تتحرك ما رح تخلي المخلوق قدام بتغزك الإبرة. خلاص خليك هيك مشان خلص بسرعة. حبيبي مشان الله حاش تتحرك سبات. وقف. امتى حفلة الطهور سوزان؟ والله ناويين نعملها الأسبوع الجاي. بتعرفوا شو كان عم بيقلي عمر هداك اليوم؟ قال ما في داعي نعمل حفلة الطهور للولاد وخلينا ناخدهم على المستشفى كلهم. ما بيصير هالحكي، لو محلك ما برضى أبدا. بهجت كمان قالي نفس الشي وقت اللي كنا بننطهر كرم بس ما رضيت بنوب. خلصنا خلاص. يسلموا إيديك يا حبيبتي. الله يسلمك. ليش أنا شو عملت؟ هلا بدي روح العب طابه مع رفقاتي. ايه ماشي امشي على البيت وبعدين بنحكي. قال طابي قال لك تقبش قلبي انت وهالبدله الحلوه اللي لابسها طالع فيها عريس. دخيلك انا يا الله شو مشتية شوف ديما عروس وخيط لبدله عرسها بايدي. ان شاء الله حبيبتي الله يسمع منك. ليك سمير بكره بس تكبر ويصير عندك رفيقه حلوه لا تزعل اوعى. ايه طيب. برافو عليك. تعال شوف. خزيت العين شو تقول؟ تفضلي حبيبتي عزبناكي معنا اليوم. رح تزعليني منك سوزان مانا محرزة. يسلموا ايدي. يلا ابو سمرة يلا يا بطل دير بالك على البدلة حبيبتي. شو طلع يوم الخميس كلياتكم معزومين. ايه اكيد رح نجي. خليكي عم تستني على اساس حضرتي حفلة اولادنا. يعليكي يا نرمين ما كنت مصدقة امتى تروح هي وابنها، كنت رح قلها عادي معنا بس ابنها كتير مجلوق. منيح اللي ديما بنت مو صبي. ياسمين شو صار مشان مراد؟ مشان الله تحكي لنا بسرعه لانه لسه بدي روح على البيت وجهز الفطور لعمر قبل ما ينزل على الشغل. هلا عن جد ابوه حاطه بمصح؟ والله ما عم صدق حدا بيعمل هيك مع ابنه الوحيد. ايه حبيبتي حاطه بمصح. شو حقير. يا عليكي شو طلعتي قويه، كيف عرفتي انه هنيك؟ سالت عليه وعرفت. طيب انتوا طلعتوا لعنده وشفتوه؟ طلعت ديما لعنده على الاوضه عم يعطوه ادويه ومهدئات، بضل طول الوقت نايم وقال لديما انه ابي حطني هون ليخلص مني. يا الله هالزلمة مستحيل يكون بني ادم. كيف طاوعه قلبه يعمل هيك مع ابنه الوحيد؟ مستحيل. شو هالاب هاد؟ مستحيل. من اليوم ورايح رح تضل هون وهذا رفيقك بالغرفة. بس أنا ما بدي أقعد مع حدا، بدي أرجع على غرفتي القديمة. خلص مراد الدكتور هيك بده وأنا ما بقدر رجعك، وبعد شوية رح جيب لك أغراضك. خلص لا تخاف. قوم من هنيك هلا بفيق.
مين بده يفي؟ مالك شايف رفيقي؟ هو من عالتخت. لك عمل لك هون؟ شو ما عم تفهم يعني؟ لك خلاص خلاص حقوق. ليش عد علي صوتك؟ العمى قوم من هنيك. ليش قاعد على تختي؟ قوم لا تقعد محلي. لا تشكيني هديش وطلعيني هون يا جماعة. لا تشكيني المريضة. بص ايدك لا تقلها شي. اذا فاتت وشافت لي عم نتخانق بدها تضربني ابرة ابرة، وانا ما بحب الابر ما بحب الابر. عمل لك حلعني احسن لك. دم دم بدأت لي دم دم بدأت لي دم. شو اللي عم بيصير؟ صرت هجم علي وانا بعده قام وين؟ يا شباب حدا منكم يجي يساعدني يلا بسرعة. خدوه لتحت وخلي الدكتور يعطيه. عليك وين هجم؟ انا لحقتكم يلا. ما عملت لنا شيء، ليه ما بتفهم علي؟ هو اللي تهجم والله ما تخليه. كل ما عم بتذكر القصة بحس حالي رح جن من قهري عليه. المصح ما بيفرق عن السجن. بعدين يا جماعة الولد ماله مجنون، ماله مجنون. طيب ما عرفت ديما شو القصة؟ قال ليش انتحرت أمه؟ كل شي حكاه أنه لما كان صغير عامل شي لبنت اسمها داريا، وهو حاسس أنه أمه انتحرت لهالسبب. داريا ومين هاي كمان؟ والله ما بعرف. بعلمي كان عم يحكي للقصة، قامت فاتت الممرضة وقال لها عدا لديما من الأوضة. عن جد غريب، ما بتذكر ولا مرة جابت لنا سيرة وحدة اسمها داريا، ما هيك؟ هلأ مو المشكلة إنه نحن ما بنعرفها، بس مراد عم بيقول إنه عامل لها شي من دون قصد. يا ترى شو بيكون عامل؟ الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.